هاي ليست أول مرة أنه السيد رئيس الوزراء السوداني حاول توطين رواتب الموظفين، تصريح واضح وصريح، هذا خلاف الدستور العراقي. هناك حصة لإقليم كردستان يتصرف فيها وزارة المالية في صرف الرواتب وجميع أمور الأخرى، هذا من جهة. من جهة أخرى هناك أيضا محاولة اليوم حاليا من سيد رئيس الجمهورية أيضا لقائي مع رئيس المحكمة الفيدرالية حول رواتب الموظفين. نحن في إقليم نعتبر بأن هذه الخطوة خطوة لضرب مكانة الإقليم، كيان الإقليم. من هذا نحن نرفض هذه القرارات، ونحاول بجهد الإمكان أن نحل هذه القضايا عن طريق دبلوماسية مع الحكومة الاتحادية.